انا جاهزه. انا عايز نفس التوقيت اللي انت نزلت فيه. نزله الاولانيه انا نزلت في النص زي ما نزلت، بمسك الطوق بلف بيه كده، باجي مثلا شادي هنا هنا ايا كان. تمام، بتنفس السيرك، بستنى الميعاد اللي انا هقوم اخد فيه الشاور بتاعي وهلبس واحضر لبس الشغل عشان انزل اشتغل. كنت بحب السيرك في الوقت اللي انا اتخرجت فيه من هندسه، فما فكرتش ان انا اشتغل بشهاده، مع ان شغلانه الهندسه تغنيني اساسا عن سيرك وغير سيرك. دخلت سيرك وراثه لان كان جدي موجود وماما وخاله. ماما ما تقليش في دراستك او ما تقليش في تقديرك اللي بتجيبهولي كل سنه، فكان ده حافز ان علشان عايزه السيرك يبقى تتمسكي بالدراسه وتبقى حاجه كويسه. بتهيألي لما اتجوزت وانا كنت موجودة او جابتني كانت موجودة في سيرك. هو السيرك من بره، يعني تسمع كلمة سيرك من بره غير اما تخش جوه الناس بتاعته.